مباشرة بعد تلقي النشرية الجوية الخاصة، سخرت مديرية حماية مدينة غليزان كل وسائل المادية والبشرية الخاصة، وكذلك مباشرة بعد تلقي النداء من طرف المواطنين تنقلت وحدتنا ومدينتنا إلى المناطق المتضررة للتكفل بتصرفات المياه. تم تسخير شاحنات تدخل ومدخات وكذلك وسائل بشرية هامة. أهم هذه التدخلات سجلت على مستوى حي برمادية، من بينها مدخل حي برمادية بالقرب من عيادة تصفية الدم. يتم الآن التكفل بهذه التصرفات بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير ومدير الأشغال العمومية ومصالح البلدية، وتستمر هذه العملية حتى التكفل التام بهذه التدخلات. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.